ونتحول مع حضراتكم لمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الرياضية. سارة نجيب معها التفاصيل، تفضل. شكرا نهى، شكرا محمد. مشاهدينا، هذه جولتنا الرياضية للتاسعة. يخطط مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاستمرار الدفع بالثنائي بيرسي تاو وحسين شحات لاعبي الفريق الأحمر في التشكيل الأساسي لفريقهما خلال مباراته ضد بيراميدز يوم الجمعة المقبل في السوبر المصري. وقدم تاو وشحات مستويات طيبة في الفترة الأخيرة وحجزا مكانهما في التشكيل الأساسي للأهلي، وهو ما دفع الجهاز الفني للدفع بهما في مبادرات السوبر المصري. غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي تحضيراً لخوض مباراة السوبر المصري التي تجمعه بالنادي الأهلي يوم الجمعة المقبل. وخاض الفريق مراناً أخيراً في القاهرة قبيل السفر للإمارات، استمر لمدة ساعة ونصف. ركز خلاله الجهاز الفني على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية، وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء الهام. يواجه فريق أسوان بقيادة مدربه أيمن الرمادي نظيره المصري البورسعيدي على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. يحتل النادي المصري المركز 7 في جدول مسابقات الدوري برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق أسوان المركز 13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة. نهاية جولتنا الرياضية للتاسعة، والآن عودة مرة أخرى لمحمد ونهى. إليكما. شكرا لك يا سارة.